أفلام العيد في سباق أفلام العيد في ثلاث أفلام عملت إيرادات أكتر من 10 مليون جنيه. نصيب الأسد من الإيرادات كان لفيلم كيرة والجن، الحقيقة وصلت إيراداته في أيام معدودة لأكتر من 5 مليون جنيه. بعده بيجي فيلم بحبك بإيرادات قربت من 3 مليون جنيه، يعني حوالي 2 مليون و800 ألف جنيه. فيلم عمهم إيراداته حوالي 2 مليون ونص مليون جنيه. الارقام دي الافلام حققت نجاح جماهيري كبير لنجوم زي كريم عبد العزيز واحمد عز، تامر حسني، محمد الامام. الظاهره الواضحه هنا هي تفوق فيلم ليه طابع وطني، فيلم بيجمع ما بين الاكشن والتاريخ اللي هو طبعا فيلم كيرة والجن، على يعني هو تفوق على افلام فيها رومانسيه والافلام اللي فيها الكوميديا والاكشن. وفيلم رومانسي خفيف، والفيلم ده بيعتبر التجربه الاخراجيه الاولى لتامر حسني، هو كمان اللي كتب الفيلم وهو اللي بيلعب دور البطولة. أما فيلم عمهم فهنلاقي محمد إمام ماشي على نفس الخط اللي بيجمع فيه ما بين الكوميديا والأكشن، ودايما هنلاقي في النوعية اللي بيقدمها محمد إمام مساحة كبيرة الفنانين كوميديين بيشاركوه في البطولة. لكن التفوق الواضح في فيلم كيرة والجن بيطرح سؤال مهم: هل السبب في هذا التفوق هو تغير في المزاج العام للناس، ولا جودة العمل الفني نفسه وإتقانه اللي هي بتفرض نجاح العمل تحت أي ظرف وتحت أي جمهور وتحت أي وقت؟ معنا على تليفون الكاتب والسيناريست أحمد مراد. طبعا أحمد مراد ليه نجاحات كبيرة كروائي، يعني رواياته يعني مشهورة جدا، ويعني أكتر من رواية تحولت لأعمال سينمائية، وليه طبعا الفيل الأزرق أشهرهم 1 و2، وأعتقد كمان في تحضير للفيل الأزرق 3 كمان، عمل فيلم الأصليين وده كان يعني كتابة مباشرة للسينما. هو كان بيحكي أنه كانت المفروض يبدأها رواية ولكن اتجه مباشرة للسينما. أحمد مراد، يا مساء الفل. مساء الفل يا أستاذ إيمي، إزيك؟ تمام الحمد لله. ألف مبروك نجاح كيرة والجن. الله يبارك فيك يا رب يكون عجبك. أنا لسه للأسف ما شفتوش، بس أنا يعني أكيد بعد الحلقة النهاردة لازم أشوفه. يا رب يعجبك إن شاء الله. لأنه أنا سامعة يعني أنت عارف الماوث تو ماوث، يعني الكلام اللي بيروح من البق غير الكلام بتاع الدعايات اللي بنشوفها. الناس كلها خارجة من الفيلم يعني مبسوطة جدا، وحاسة إن هم دفعوا الفلوس في حاجة تستحق إنهم ينزلوا من بيتهم يشوفوها. النجاح ده مش هيحصل غير بالناس على فكرة. بالظبط. يعني دايما هم المفتاح النجاح لكل حاجة طبعا. طيب بس عايزة أسأل سؤال، الرواية أساسا اسمها 1919. مظبوط. مش كده؟ لما جت اتحولت للسينما سميتوها كيرة والجن. ليه الفيلم ما خدش نفس اسم الرواية اللي هي كانت ناجحة والاسم ناجح بتاعها؟ عملنا 1919 الأول لما اشتغلتها رواية في الأول، هي تحمل فكرة السنة اللي حصل فيها كيرة بتاعت الفيلم. لكن لما بنيجي نروح لمنطقة الفيلم، الأفلام التاريخية عادة بتبقى تقيلة على المشاهد. فكرة إن هو يتفرج على فيلم بيدور مثلا، ممكن يتخيل إنه يدور عن مباحثات مع سعد زغلول أو الاحتلال أو كده، ده بيدي إحساس بجرعة الناس نفر منها من أيام الامتحانات والحاجات دي كلها. فطبعا إحنا استخدمنا التيمة بتاعت كيرة والجن لأن إحنا غيرنا جانر الفيلم إلى أكشن، عشان الأكشن يقدر يتحمل جدا نحمله بالتاريخ، يعني يقدر يشيل التاريخ ويعبر بيه ناحية قلوب الناس بشكل أكبر وناحية الشباب بالذات اللي هم هدف الفيلم الأساسي. وطبعا كيرة والجن عشان نقدر نقول إنه مفيش سياسة في الفيلم ده، عنوان واضح لا يمت للسياسة بصلة. الفيلم عن الناس الحقيقية اللي كانوا في الشارع في الوقت ده، بطولات أفراد كانوا قليلين جدا وبيعملوا حلم كبير حالم بأن هم يزيلوا الامبراطورية البريطانية بمجهود بسيط جدا جدا. فكل ده ما كناش نقدر نحطه تحت التايتل بتاع 1919، كان هيدي وقع صعب. الأصعب كمان في الموضوع انه 1919 قد تعني شيء في مصر لكنها لا تعني اي شيء في اي دولة بره مصر، يعني احنا عارفين ده توزيع عربيا بقى مهم جدا انه طبعا. فعشان برضو يبقى فيلم يتداول في كل الدول بكل الثقافات لازم كان يروح باسم شخصي جدا جدا. طيب انت ليك تصريح في السياق ده، قلت اللي عايز يعرف التاريخ يرجع لكتب التاريخ، اما الاعمال الادبيه فهي تناقش التاريخ في اطار درامي تحليلي. طيب ده الاعمال الادبيه، ماذا بقى عن ما يتم تحويل هذه الاعمال الادبيه للسينما؟ بتقلل من جرعه التاريخ لصالح الاكشن زي ما حضرتك بتقول، ولا بتعمل ايه علشان الفيلم ده يبقى جاذب سينمائيا؟
هو في الاخر الفيلم ده مهما بلغ من تجسيد هذه الفتره هو فيلم خيالي، يعني فيلم معمول علشان يكون أسطرة، أسطور، أسطورة كاملة للأشخاص دول بطريقة فنية جدا جدا، بعيد عن فكرة إن إحنا نعمل دوكيومنتري عن حياتهم. أولا إن هم حياتهم طبعا حياة بسيطة جدا ومعرفة أسرار بس عنها ده جبتوا صعب قوي. المعلومات لسه كنت بقولها، جبتوا المعلومات عنها ازاي؟ يعني دي احداث من تقريبا من كام، من 100 سنة، وصلتوا للمعلومات عنهم ازاي؟ مكتوب عنهم في بعض السير الذاتية لزملائهم، يعني في بعض الناس كتبوا سير ذاتية وتناولوا على الهوامش أو بشكل بسيط جدا أسماء زي أحمد عبد الحي كيرة وزي دولة فهمي مثلا على سبيل المثال والهلباوي. فاتكتب عنهم في بعض الحاجات، يمكن من أكتر الناس اللي اتكتب عنهم الهلباوي نفسه كشخصية اللي هو أداها الأستاذ سيد رجب، والباقي مجرد صفحات بسيطة في التاريخ يمكن هنا وهناك ما بين كتابات الأستاذ يحيى حقي والأستاذ مصطفى أمين. لكن التفاصيل عن حياتهم وماضيهم وتفاصيلهم أعتقد أنها نادرة جدا جدا، وهو ما سمح بالخيال أن هو يدخل ينسج تاريخ وشكل الناس دي في محاولة قراءة أو استقراء جنائي واجتماعي للناس دي كانت عايشة ازاي. فإحنا طبعا استخدمنا الخيال عشان نؤكد القيمة اللي موجودة جوه الشخصيات دي، لأن لو إحنا خدنا اللي موجود بس في الحياة لن يكفي فيلم دوكيومنتري قصير. لما جيت تحول الرواية لعمل سينمائي، لأنه أنا أحيانا ما كنت أشوف فيلم سينما قريته زي مثلا في الفيل الأزرق، أنا قريت الرواية وبعدين شفت الفيلم بحس بفرق، يعني انا كواحده قريت الروايه بحس بفرق. انت ما كنتش خايف من المقارنه؟ الناس اللي قروا الروايه وحبوها جدا، وناس كتير قرت الروايه وحبتها، ان يحصل عندهم لا مش ده اللي قريناه في الروايه، احنا حبينا الروايه بالشكل ده. احنا مش مطالبين ابدا كصناع اعمال سينمائيه ان احنا نقدر ننفذ بالظبط اللي القارئ بيتخيله. خيالك خيال خاص جدا على فكره، عمري في حياتي ما اقدر اتخيل انت شفتي ايه لما قريتي روايتي، لكن المنتج بتاع السينما منتج جاهز، جاهز بمعنى انه ده رؤية المخرج وفريق العمل للكلام ده. انت حضرتك لو قريت نفس الكلام ممكن تطلعي رؤية تانية مغايرة تماما، وده لا ينفي انها رؤية يمكن كنت اجمل من الفيلم كمان لانها رؤيتك الخاصة. فعلى مستوى العالم كل ما كتب للأدب لما جه ينتقل إلى السينما حصل دايما إحساس الخلل، لأن المشاهد بيبقى عنده طموح إنه يدخل يجد نفس خياله بالملي متنفذ، وده يعتبر مستحيل لانه هو في الاخر انا بكتب احمد عبد الحي كده بطريقه وحضرتك بتشوفيه بطريقه تانية وبتصبغ عليه صفه حد تعرفيه وحاسه انه شبه فلان وانا اشوفه شبه حد تاني خالص والممثل يطلع شكل تالت خالص. فطبعا ديفنتلي اكيد عمرنا ما هنبقى على رؤيه واحده. المشاهد المفروض يدخل الفيلم يتفرج عليه كوجبه منفصله مش وجبه مقارنه، ما يدخلش يقول ادي النص انا عايز اشوفه بالظبط، قال لي هنا كده يبقى لازم يقول هنا كده، لان لغه الصوره البصريه مختلفه تماما عن الكلمات. تعتقد ايه سبب او سر نجاح كيرة والجن في السينما وهو يتربع عرش الايرادات ويبقى نمبر 1؟ تعتقد ليه؟ يعني رغم ان احنا متعودين انه الفيلم اللي يبقى نمبر 1 ده فيلم رومانسي كوميدي مثلا، او فيلم اكشن 100%، او فيلم لبطل بيعمل من الجلده للجلده هو بطل واحد، لكن انتم الحقيقه نجوم كتير هم ابطال هذا الفيلم، مفيش حاجه احد من الابطال الفيلم ده ممكن نقول عليه هو بطل الفيلم لوحده، الحقيقه في ابطال كتير حتى الناس اللي مشاهدهم مش كتير، انا عارفه ان كل واحد متوظف وطالع انه بطل في هذا الفيلم. سر نجاح كيرة والجن سينمائيا؟ اعتقد هو كذا سر او كذا شكل من اشكال العوامل يعني اللي حصلت. اولا الفيلم طبعا نزل روايه من فتره كبيره وعمل نجاح الحمد لله على مستوى البيع روايه والاندماج معاها كبير فكون جمهور للروايه. الروايه بتتناول 1919 100 سنه فاتت، يعني حياه لم نراها من قبل بالنسبه لنا، ما فيش حد عايش شاف هذه الحياه، وهي حياه مجهوله وتم تشويهها وتم اخفائها بشكل كبير جدا جدا. التاريخ في الاخر وما حدث لهذه البلد من بعد كده طبعا 67 و56 و73 ونهضه كامله وبعدين ارهاب، وكلنا ننسى كل الحاجات اللي حصلت في تاريخ الناس دي، خاصه ان هم ناس مش سياسيين ومش ناس معروفين، دول ناس من افراد الشعب العادي اللي كانوا بيعمدوا الى الاختفاء. فطبعا كشف طبيعتهم او استخراج سوبر هيروز جداد لمصر من 100 سنه كانوا بيقفوا قدام هذا الاحتلال، طبعا ده كان مفاجاه، المفاجاه اللي كانت ليا انا شخصيا وعدم معرفه الناس بشكل كبير بالاحتلال الانجليزي وفظايعه في مصر، يعني الناس كانت بتفاجئ وكانها بتسمع الكلام ده اول مره رغم انه في التاريخ بتاع المدارس اتاخد، وده دليل ان الناس بتدرس بطريقه وبتستوعب بطريقه ثانيه او بتندمج بطريقه ثانيه. احنا بنحفظ وبننسى.
طبعا يا فندم، فده طبعا عامل من العوامل اللي هم شافوا اللي درسوه في المدارس بشكل جاف زي حادثه دونشواي مثلا بطريقه فنيه جديده اقرب للشكل الحديث جدا في الحكي، لان احنا اعتمدنا انا ومروان على طريقه اللي بتستخدم حاليا دلوقتي كفورمولا في المنصات عشان الموضوع يبقى فيه نوع من السرعه والايقاع السريع. كمان الفيلم لو كان جنح الى فكره التاريخ وانه يبقى فيلم وثائقي اكتر او يعني بشكل دوكيومنتري اكتر، ده كان هيعمل ايقاع الشعب او الشعوب عامه كلها دلوقتي ما بقتش قادره تتعامل معاه. فلذلك دمج الشكل البوليسي في البحث وراء الفريق بتاعنا اللي هو الفريق السري اللي ضد الانجليز، ان في احساس شيرلوك هولمز كده بيجري وراهم، ودمج الاحساس بتاع الاكشن اعتقد ده من اكبر النوعيات المفضله لعشاق السينما، مع وجود طبعا الناس اللي ورا الكاميرا. يعني مثلا هشام نزيه لجمهور قوي جدا جدا، احمد حافظ الراجل اللي عمل لنا مون نايت النهارده المونتير هو اللي عامل هذا العمل، مروان حامد طبعا المايسترو الكبير ورا كل ده، الاستاذ نايف نصر الله في الازياء، فكل حد فينا حط حاجه. طبعا استاذ باسل حسام في الديكور البطل طبعا لوحده ينقل ازاي الحياه من 100 سنه، فالناس برضه عايزه تشوف الشوارع من 100 سنه عامله ازاي. الشغف لكل ده اعتقد ان هو ده اللي خلى الفيلم ممكن، طبعا بخلاف ان وجود اكبر نجمين في الوطن. ايوه لسه دلوقتي كنت هسالك، كريم عبد العزيز طبعًا بقى واحمد عز وهند صبري او هند صبري طبعًا. بس هقول لك، او انت بتكتب شفتهم بقى وانت بتتفرج على الفيلم حسيت ان هم دولت الابطال اللي انت كتبت عنهم الروايه، ولا كان في شويه اختلاف؟ انا بكتب دايما روايه بروح كاتب روايه، ماليش دعوه خالص بالسينما. لكن بعد ما تعاقدنا طبعا مع احمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وبقيه الابطال، انا بدات اشوف خلاص الابطال شكلهم عامل ازاي، والتعديلات بتاعه الشغل مش قايمه على فكره الممثل قد ما قايمه على فكره الشخصيه نفسها مكتوبه ازاي. يعني اقصد الممثل دايما كان هو اللي بيدخل جوه الكاركتر ويركبه تماما، وده دليل عليه انه طبعا في ناس كتير قالت ان مثلا احنا عمرنا ما شفنا احمد عز بالاداء ده، مختلف تماما عن اللي فات، وكذلك كريم وكذلك هند صبري في الدور بتاعها، رغم انها عملت قبل كده في الجزيره دور صعيديه بس ده صعيدي مختلف تماما. فاتخيل انه اندماجهم ده حصل بسبب انه احنا مسكنا الورق مع بعض كتير وذاكرناه كتير قوي مع بعض، لدرجه الالفه اصبحت هي الاساس في كل حاجه. بتحضر سمعت للفيل الازرق 3، هل ده خبر صحيح؟ انا ومروان حاليا في اجازه لان طبعا فيلم تعبت وفكيره طويلة جدا جدا، وانا هو متعهدين كده ان احنا بعد ما نخلص الاجازه بتاعتنا نرتاح شويه ونرجع. اعتقد ان شاء الله هنعمل قعده علشان نحدد مصير الفيل الازرق، هنعمل ايه في الاستاذ يحيى راشد والعفريت بتاعه ان شاء الله. يعني في عفريت جديد؟ لازم يكون فيها فريق طبعا. طيب اكيد ربنا يستر. وانا في الفيل الازرق وانا بتفرج على واحد واتنين مش قادره اقول لك، يعني مرعوبه جدا، يعني فيلم رائع بس تحس انك انت عايز تشوفه اكتر من مره عشان كل مره بتتلقاه بطريقه تانية بطريقه مختلفه. طبعا هتعملي ايه في الجزء الثالث بقى؟ ربنا يعني يستر. ربنا يستر. هستخبى تحت الكرسي. اشكرك. ربنا يعجبك يا رب. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب والسيناريست والروائي احمد مراد، شكرا جزيلا ليك. طيب